شو يعني وقت عم ينحكى عن الغزو البري أو الهجوم البري على لبنان على أرضنا أرض الجنوب اللبناني؟ بحسب كل شيء كان عم ينحكى بالأيام والأسابيع الماضية بقصة الغزو البري، بحسب شو عم يحكي العدو الإسرائيلي إنه وحتى الأمريكان هلأ الخارجية الأمريكية، إسرائيل تنفذ عمليات محدودة تستهدف حزب الله داخل الأراضي اللبنانية، وقبل NBC أو ما بعرف شو إنه مخازن للحزب بهذه المنطقة، وليش متوقع إنه تكون محدودة مع العلم إنه هيدا عدو ما حدش بيقدر يعرف شو يتوقع معه؟ لأنه هو الهدف من هذه العملية البرية بحسب العدو أنه بده يفوت لحتى يعمل منطقة فاصلة بين الحدود فلسطين وبين لبنان، 5 كيلومتر، 10 كيلومتر، 15، أحيانا ممكن توصل ل 40 كيلومتر إذا عم نحكي عن الليطاني، وهذا اللي دائما بنسمعه بتسمعوه بيقولوا أنه العودة إلى ما قبل الليطاني، شمال الليطاني يعني، بهذه المنطقة اللي أيضا 17-01 بيحكي عنها أنه ما لازم يكون فيها أي تواجد عسكري للمقاومة بهذه المنطقة، وهذا يلي أنه بيدخل اليونيفيل والجيش وإلى هنالك. كل يوم اعلنوا اصلا السياسيين نحن ما عندنا مشكل من اول نهار عم بيقولوا ب 17-01 على انه يتطبق من ميلتين، يعني ايضا يرجع العدو الاسرائيلي الى خلف الخط الازرق. فاليوم بمحاوله العدو الاسرائيلي الدخول، ليش متوقع ومثل ما هن عم يحكوا انه محدوده؟ لانه هن هذا الهدف تبعولهم اكيد، اذا بنفكر باسرائيل الكبرى بياخذوا لوادي خالد يعني. بس دخولهم على هذه المنطقه ليه معقول يكون محدود بالزمن وبالجغرافيا؟ لانه وما يطول، ليش؟ لانه ما بتخيل بعقل إذا العدو الإسرائيلي كل الهدف اللي عم بيعمله إنه ما يكون في أي حركة مقاومة على حدوده أو مجموعة عسكرية ممكن تهدد أي بأي شكل من الأشكال مستوطنية أو ما يدعي أنها أراضية، ساعتها إذا بده يرجع يحتل تنرجع ما قبل 2000 ويحط الكيوسكات تبعوله وما شو بسموهن الحواجز تبعولاته ويبقى هنيك، يعني أنت ولا ممكن ما يرجع تنخلق مقاومة مسلحة معسكرة بدها تقاتل كرمال تشيل الاحتلال مرة تانية عن أرضهم. فبقاء تكلفتها العسكرية والناس والمادية وعم ترجع تخلق أنت، فمش هيك بالمنطق إذا بده يضل في منطق عند العدو، وحتى هو عم بيقول إن هي محدودة في الوقت وفي الجغرافيا. من هون بنقدر نفهم هيدا النقطة، ومن هون مفترض اليوم بصلواتنا إلى أي حزب انتمينا أو لن ننتمي إلى أحزاب، إلى أي طائف انتمينا أو لا ننتمي إلى طوائف، نذكر هالشباب وهالأهالي يلي ترك جزء منه بعده موجود بهذه المنطقة ويقدروا يدافعوا قدر المستطاع لآخر رمق. ما ننسى أنه بال 2006 عندما حاول العدو الإسرائيلي الدخول دخل 100 متر أو 200 متر وما قدر، لأنه ليه دايما بيخافوا الجيوش النظامية من الدخول البري وقت بيكون في مقاومات؟ لأنه مقاومة بيكون هيدي أرضها، هن بيعرفوها، بيعرفوا الجل وبيعرفوا الصخرة وبيعرفوا الشجرة وبيعرفوا وين يتخبوا وبيعرفوا الأنفاق وبيعرفوا كل ما في منيلك من أفضلية الأرض مثل ما بيقولوا. فالله ينسوا هالشباب وهالناس اللي بعدهم موجودين تحت، الله يحمي كمان الصحفيين اللي أكيد رح يكونوا بمناطق قريبة من نحنا، بلكي رح نرجع نقدر نفوت النام أو رح تغط عيننا بوقت هدول الشباب رح يكونوا عم بيقاتلوا كرمال بلدنا. بالسياسة نختلف ليوم الاختلاف لربما، بس وقت يدق الموضوع بأرضنا حبة من ترابنا، هيدي الغنية حبة من ترابك بكنوز الدنيا، مفترض انه هلأ تصير بالمقلب كمان التاني يلي انه ما بنعرف شو هي معقول تكون مفاجآت المقاومة بهذا الموضوع، ما بنعرف شو الأذى يلي بده يتسبب للعدو الإسرائيلي يلي هلأ بالنسبة له انا ليه بدي اقعد على طاولة التفاوض، انا ربحان، انا بالعكس خليني شو بقدر زيد من اهدافي اللي انا بديها انه فوت واحتل وبعيد، ومن ثم بصير الديل بانه يقعدوا على الطاولة ويفوت الجيش واليونيفيل وبيفرض بهالطريقة، او حسابات الأرض رح تكون مختلفة عن حسابات شو هن فاكرين. الله يحمي لبنان، وبس حبيت أعمل هالفيديو تشوي نشرح شو هو المقصد من الغزو البري.